السلام عليكم ومرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناه اني تي في. فيديو جديد غادي يكون اليوم ماشي معلومه اكيده، ولكن غادي تكون دردشه جديده بطبيعه الحال بحول الله تعالى. شحال هذه ما طلعت دردشه، قلت لي مالا توحشت انا ندردش معكم، توحشت انا نفضفض، توحشت انا نتلاقى معكم مباشره. علاش لا؟ الفيديو ديال اليوم، الدردشه ديال اليوم، غادي نديرو خلاصه الشيء. ولكن قبل ما نقول الخلاصه، اول حاجه غادي نقول لكم، ملي كنسمعوا الخلاصه دائما خاصنا نقولوا الحمد لله. الحمد لله هو ان العالم ككل عاش واحد التجربه ومازلنا كنعيشوها، ماشي عشناها صافي دازت، نور باقي كنعيشوا فيها، يعني غادي نتعيشوا معها واحد، ما غاديش نقول لكم شهور، ولكن غادي دير اعوام. يعني هاد الازمه اللي حنا دايزين فيها حاليا غادي يكونوا عندها بزاف العواقب، غادي يكونوا عندها بزاف، يعني ماشي شي حاجه غادي تكمل في بين ليله وضحاها، ولكن غادي تكون باقي عندها متسلسلات من بعد بطبيعه الحال. العالم ككل مر بالازمه ديال الكورونا، بطبيعه الحال كنا دزنا بالحجر، كنا دزنا بهكا باننا بقينا في المنازل ديالتنا، والحمد لله. وكل حاجه كدوز في التجربات ديالتنا، في الحياه ديالتنا، ولهكا اي شيء كنمروا به الا خصنا نقولوا الحمد لله. واي حاجه كدوز، يعني اي لحظه، اي حدث، اي موقف، كنتعلموا منه درس. يعني هذا هو سميتو الفيديو ديال اليوم اللي غادي نديرو، اشنو غادي نتعلموا من كورونا، ولا اشنو تعلمتوا ديجا. الا كنتو يلاه غادي تتعلموا، نقدر نقول لكم باقي ما فاتش الحال. اي ما غاديش نقولوا انه صافي ما درنا شنو، غير غادي نقولوا بحال غادي نعطيكم واحد التنبيه، لا لا لا، خاصك دابا، خاصك دابا تنتبه بانك راه باقي ما تعلمتيش، نوض تعلم دابا شي حاجه. انه بطبيعه الحال اغلبيه الناس تعلموا شي حاجه من هاد مرضات الكورونا. كورونا حنا عارفينها بطبيعه الحال، ملي داس هاد الازمه، هو انه كاينين بزاف الناس، ما غاديش نقول لكم بزاف الناس، غادي نقدر نقول لكم بان هناك غادي تكون شريحتين ديال الناس. كاين شريحه اللي استفدت مزيان من هاد الازمه، وكاين شريحه اللي عاد ما غادي تكمل في هذاك الشيء اللي هي كانت فيه قبل، ومام نقول اكفس. خلينا حنا دائما في الجانب الايجابي، ما عندنا ما نديرو بالجانب السلبي، الجانب الايجابي دائما نتعلموا من الاشياء الايجابيه. نحاول في اي موقف، كيف ما كان الضرر ديالو، كيف ما كان القسوه ديالو، كيف ما دائما تعلموا السبب، علاش الايجابي ديالو، علاش انا جيت في هذاك الموقف، علاش انا تحطيت في هذاك السمسو، وعلاش جاني. يعني اي حاجه مادام كنتي في هذاك الظرف، مادام هكا، الا ولا كانت عندك واحد الرساله خاصك تستافد منها، كان عندك واحد الميساج خاصك فريمون تدير منه، خاصك عندك واحد اليقظ، اي حاجه نستافدوا منها، ولكن دائما الايجابي، يعني نبقاو في الايجابيه. كيف قلت لكم بان خاصنا لابد باننا نكونوا استفدنا من هاد الحجر اللي حنا دزنا فيه. كاين كيف قلت لكم اللي غادي ما يستفد منه حتى شي حاجه، غادي يبقى عاطيها كيف اول، النعاس، السهر معطل، فاق الصباح، نشد من هنايا من هاد لا فيديو هنايا، نشد من هاد اللايف من هنايا، ندير فيها هكا، ونبقى سهران الليل كامل، الصباح فايق حتى اش من الصباح، نقول لي راه المساء فايق حتى الثلاثه الربعه ولا هكا، ما عنده ما استفد، لا الصحه ديالته ولا لا المورال لا شي حاجه استفد ولا هكا. وكاين الناس اللي استفدوا بانهم ينظموا الوقت ديالتهم، كاين الناس اللي استفدوا بانهم يعتمدوا على الراس ديالتهم، كاين الناس اللي استفدوا كيفاش انهم يتعرفوا على راسهم اكثر. يعني وي ماشي غير غادي تعرفتي على الشريك ديالتك ولا على الابناء ديالتك ولا على ملي كتكون مع والديك انهم والديك يتعرفوا عليك ولا هكا، نو كتعرفتي على الذات ديالتك، لان بزاف د الحاجات كنكونوا مع المشاغل ديال الحياه، كنكونوا نجري من هاك نجري من هاك نجري من هاك، كتقلل عندنا الوقت اللي غادي نبقاو نتصنتو فيه للذات ديالنا، اللي غادي نقولوا لا انا شنو خاصني نصحح في ذاتي، واش انا غادي في الطريق المزيانه، واش انايا هادي مشاغل ديال الحياه كتلهينا بزاف 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 على النفس ديالنا. هذه حاجه واحد كتعلمنا باننا نجلسوا مع ذاتنا، نتعلموا الانصات ديالتها، واننا نطوروها، اننا نستافدوا نكتسبوا بزاف الحاجات. يعني الوقت كيكون عندنا كافي، سواء للتقرب الى الله سبحانه وتعالى، سواء لتعلم اشياء بزاف، سواء اننا نتعلموا الصبر، سواء اننا نهتموا بالجسم ديالنا مثلا في الرياضه ولا هكا، الرياضه في الدار مثلا نقدروا نديروا حتى الاسترخاء ولا هكا، هادشي كله نقدروا نطوروا به ذاتنا. او حتى ان السيدات اننا ملي بركنا في المنازل ولا هكا، تعلمنا اننا نديرو شي اشياء حنا بنفسنا. مثلا اننا عوض ما نكون كنشري دائما، نخرج ندير شوبينغ مثلا ولا شي حاجه، تعلمت بانني نشوف اشنو عندي في الخزانه ديالتي ديال الملابس اولا،
قبل ما نمشي برك كنشوف بانني عندي بزاف الحاجات انا خاصني ندير لهم طخي، خاصني كاين شي حاجات ما عمرني ما شفتها، شي حاجات كتكون معلقه، شي حاجات ما دارتهاش. هذا غير كنعطي انا كامثله، يعني راه ماشي كلشي الناس سمعوا ملي كنقول انا واحد الامثله، يعني ماشي انها تطبق 100% على كلشي الحالات وهداك الشيء كامل يكون. مثلا كاين اللي تعلم بانها مثلا كانت كتصبغ مثلا دائما بالكيميائي، تعودت بانها تصبغ دابا طبيعي، تقطع شعر، انا من الناس اللي قطعوا شعرهم بوحدهم في هذا الحجر، يعني داين فكا الناس تعلموا بانهم يصوبوا كريمات، سميتو ميم الفيديوهات ولا هكا اغلبيه دات كريمات طبيعيه. وكاين الناس اللي معنا نيت في عندنا في مجموعه ديال فيسبوك وداكشي، كاينين الناس خادوا بزاف كريمات سيرومات ماسكات ولا هكا، يعني كتخلي كتستغني على بزاف بزاف الكريمات وداكشي اللي تقدري ديري فيهم واحد المبلغ بزاف. وداكشي تعلمنا باننا ما نبقاوش غير ماشي كمستهلكين وانما كمنتجين، حتى في حتى في الاقتصاد ديالنا المنزلي، يعني كنقول لكم حتى في الطبخ، يعني ملي كنبقى كنفكر كنقول انا غادي ندير هكا مثلا غير برغر، مثلا امبرغر غادي نمشي نشريه، مثلا غادي نشري الخبز هكاك جاهز، منو تعلمنا باننا نعجنوه راسنا، مثلا غادي ندير العجينه ديال البيتزا انا نعجنها راسي، يعني دايرين في هكا. كاينين دابا ما بزاف كاينين حتى المعجنات، يعني المعجنات ملي كاينين هنا في اوروبا، حنايا ماشي بحال في المغرب، هنايا كان واحد الفتره كان فريمون الناس بزاف 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 خدوا بزاف، يعني حتى كتمشي للمارشيات ولا هكا ما كتلقاش، يعني الناس اضطروا بانهم يعجنوا راسهم هذاك الشيء. هذا الشيء من الاشياء اللي كنقول لكم ان من الايجابيات ديال كورونا، تعلمنا باننا نجلسوا مع وليداتنا، باننا نعطيهم الوقت، نتعلموا نلعبوا معاهم اشياء ولا هكا، يعني حتى الازواج تعرفوا على بعضياتهم اكثر من خلال كورونا. انا كنعرف العديد من الازواج يعني تعرفوا على بعضياتهم في سميتو في هذه الازمه، يعني راه ماشي اي كوبل رجع النار هو يبارك شاد ليا في ايدي عبد الحليم وشادي انه نور هذه راها الحياه راها مشاغل، يعني كتكون دايره في سميتو كنكونوا بعد المرات مع الروتينات ومع هكا، يعني كتقدر تلهيك في بزاف الاشياء، كتعاود بانك تجدد علاقتك في بزاف الحاجات، علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، علاقتك مع المحيطين بكل هكا، يعني هذه هي الاشياء اللي خاصنا نستافدوا منها. كاين الناس اللي استافدوا بانهم داروا هكا المعمور كمل القران كملوا، كاين الناس اللي تعلموا لغات، كاين الناس يعني بزاف الاشياء، هذه اشياء كتديرك بان فريمون الواحد استفد استفد فيه، يعني ماشي لا انا غير محبوس انا غير محبوس مادام انا كنقولها في سميتو كنكرر في هذيك الكلمه الا كنحس بها اكثر كتخنقني اكثر كنقول نو انا غير محبوس نو. ناخذ الايجابي، عندنا الانترنت، عندنا بزاف الحاجات، عندنا بزاف فاش نديرو، نقدر نكتشف راسي حتى في المواهب، يعني نقدر نكون انا ما كنتش عارفه راسي مثلا كنرسم ولا مثلا كنخيط ولا كنطرز ولا كنقش ولا يعني بزاف الحاجات بحال هكا. مثلا الرجال شحال من راجل دخل الكوزينه دخل الرجل الى المطبخ راه ماشي عيب، يعني بالعكس راه هذاك دليل حب على السمس بانه كيحب العائله ديالته ولا هكا باش كيدير ليهم، يعني بزاف الحاجات استفدنا منهم. الا كانوا هاد الاشياء كلها وما استفدنا منها حتى شي حاجه، يعني راه كيكون الخطا ماشي في المحيط ولا هكا، يقول لك نو ما تقارنش نفس نو نو، ما عمرك ما تقارن تقول لهذاك المحيط حيت انا كون كنت انا عايش تما نو، قول كون كنت انا هذاك الذات ديال ذاك الشخص، كون كنت انا النفسيه ديال ذاك الشخص، كون كنت انا الطموح ديال ذاك الشخص، لان واحد الشخص مادام كيبغي يطور من راسه ملي كنقولوا التطوير ماشي انني كنقول نو خاصي نولي انايا كنت هكا نولي سوبر نو، كنطور راسي في اشياء كيف قلت لكم قبيله، مثلا اللي كان كيشري اشياء كي هكاك ما كيوليش استهلاكي كيولي منتج، يعني هذا التطور، يعني كتولي مثلا بعض المرات كتقول لا انا نمشي مثلا نشري من سوبر مارشي نشري هذه الخضره ولا هكا، كتولي ما كتقلبش على كتولي كتقول لا عوض ما نمشي نشريها من سوبر مارشي نمشي نشريها من عند واحد فيرما، يعني فيرما كتكون ما فيهاش مواد كيمياء كتكون عندك في النواحي ديالتك في دي تخوك بحال هكا. هادشي وي سي فغي في الاسواق المغربيه ولا هكا كيكون هذاك الشيء عندكم قريب في سميتو، ولكن كنهضر لكم على الناس اللي في الخارج ديال المغرب، يعني انهم ما يبقاوش يستهلكوا غير هذاك الشيء اللي كيكون في لي سوبر مارشي ولا هذاك الشيء، يحاولوا كيشوفوا في البوادي وهذاك الشيء باش كتكون احسن. يعني كنقول لكم بان الواحد الا كانت هذه الفتره اللي حنا دزنا منها وما استغلهاش في تطوير اي شيء، حتى نقول لك يقدر يطور راسو غير في النوعيه ديال الافلام اللي كيتفرج فيها، يقدر يطور راسو حتى في النوعيه ديال الاغاني اللي كي يعني راه كنقول لكم راه ماشي التطور كيكون في شي حاجه كثيره ولا هكا، الا ما تطورش هذا السمسو راه ما عمره ما يتطور،
الا بهاد الازمه اللي حنا درنا، يعني هذاك الشخص ما عندوش واحد الطموح، ما عندوش حس مسر، ما عمره ما يتطور. هادشي اللي بغيت نقول لكم، بان مادام حنايا عطاتنا الطبيعه، عطانا الله سبحانه وتعالى والطبيعه ولاشان نقول لكم لا في سوسيال وكلشي والاقتصاد وكلشي، كلشي عطانا هاد الفرصه، الا وخصنا نستافدوا منها. وباقي الوقت باش نستافدوا، باقي الوقت باش نطوروا من الداسه ديالنا، باقي الوقت باش نتصنتوا للداسه ديالنا، باقي الوقت باش اننا نزيدوا واحد الخطوه لقدام، وما نبقاش انا واقف في بلاصتي ودير واحد الدائره ولا دير واحد الحيط لراسي وما باغيش نقزو. نهرس هذاك الحيط وناخذ هذوك الحجرات وندير حجره فوق حجره فوق حجره باش ندير واحد الجسر او ندير درج، من الاحسن درج باش نوصل لواحد الخطوه اللي تكون انا كنت انا فرحان بها وكل المحيطين ديالي حتى هما فرحانين، ماشي فرحانين ليا انا اللي داير، لان الا ما فرحتش انا المحيط ديالي ما غاديش يفرح، ولكن لانهم غادي حتى هما مادام انا نكون فرحان الا غادي نساعد الاخرين، وملي نساعد الاخرين حتى هما غادي يكونوا فرحانين. نحاول باننا نستافدوا من اي موقف، من اي لحظه، من اي شيء مر بالحياه الا وهو كاين في الطريق ديالنا للاستفاده. ما ديش بانه عابر هكا، الوقت كيدوز، الحياه قصيره، العمر غادي وكيدوز. مع عمرني ما نقول لا انا يا باقي صغير ولا هكا، كلشي كان صغير، جدودنا كانوا صغار، والدينا كانوا صغار، حنا كنا صغار، حنا غاديين وكلشي. يعني نستافدوا، نحاولوا نستافدوا من اي لحظه، نحاولوا نستافدوا من اي موقف، نحاولوا نستافدوا من اي قرار، اي حاجه دازت راه الا وعندها واحد الرساله، عندها واحد الميساج. نقول لكم نكونوا ايجابيين في تفكيرنا، واول حاجه في التفكير الايجابي هي كلمه الحمد لله. نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله بحول الله تعالى، احبكم في الله.